بسم الله. دخلت عند الصيدلية صبية معكز عليها تيتا زكية، جايين من عيادة الجلدية. قالت للصبية من فضلك اديني الوصفة دي. طلعت الدواء كان الدكتون، شافته تيتا هاجت هجتها، قالت لي حرام عليك حرام عليك تدي الصبية دواء القلب بتاعي. يعني ايه الاحباء الكرام؟ احنا يا اخوانا عندنا الدواء الشهير جدا جدا الدكتون، المادة الفعالة بتاعته اسمها سبيرانو لاكتون. تقريبا كده ليه عندنا ثلاث استخدامات. الاستخدام الاول كمدر للمية، هو بيكون ضعيف جدا، انما بيتاخد مع دواء اقوى منه اللي هو اللازكس، في قرص شهير كده اسمه لازلاكتون، عشان الحفاظ هنا على مستوى البوتاسيوم. اللازكس ينزل البوتاسيوم، ده بنسميه كده بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك، يعني يحافظ على مستوى البوتاسيوم، فكده تعادل الكف. تمام، بالاضافه ان هو مضر للميه. ماشي. الاستخدام الثاني بتاع تيتا اللي هو لما يكون فيه فشل في عضله القلب، وجد ان ماده سبيرانولاكتون هنا الى حد ما بتقلل حاجه اسمها الهوسبيتاليزيشن، يعني رايح جاي على المستشفى، وبتقلل كمان حاجه اسمها المورتاليتي ريت اللي هي معدل الوفيات، طبعا كله بامر الله. الاستخدام الثالث بقى بتاع الصبيه اللي هو ايه؟ احنا قلنا قبل كده يا اخوانا في رحلتنا في علاج حب الشباب، احنا قلنا دلوقتي من احد الاسباب ايه؟ النظريه بتقول ان هو دلوقتي حب الشباب ده سببه ايه؟ زياده الاندروجينز اللي هي الهرمونات الايه؟ الذكوريه. وقلنا قبل كده ان احنا عشان نقلل الاندروجينز دي، يا اما ان انت بترفع مستوى الهرمونات الانثويه او انت بتقلل مستوى الهرمونات الذكوريه. مظبوط. الالدكتون بقى شبه في تركيبه التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري المعروف، فبيتداخل معاه كده بيقلل منه، فبالتبعيه يبقى كده هتقل الفرصه بتاعه تكوين حب الشباب. تمام، يبقى فهمنا كده ليه الالدكتون مكتوب للصبيه. الجرعه بتاعه فشل القلب في الغالب كده بتبقى 25 مللي جرام، انما هنا بالنسبه لحب الشباب ممكن الطبيب هنا يبدا ب 25 مللي جرام وتزيد مع الوقت، ممكن تصل كده الى 100 مللي جرام صباح و100 مللي جرام في المساء، يعني الماكسيمم دوز 200 مللي جرام في اليوم. ان شاء الله معاكم في التعليقات بامر الله، لا تنسوا اللايك والشير، نتقابل بامر الله في الفيديو القادم على خير. شكرا والسلام عليكم.